طيب ما تفسيرك دكتور مختار لما تحدث به المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد عندما قال انه رد فعل اهالي جزيرة الوراء في المرحلة دي ايجابي تجاه مقترحات الحكومة بعد مشاهدتهم ما حدث مع اهالي مثلث مسبيرو واستعادة الثقة فيما تقوله الحكومة؟ يعني يريد ان يصدر بانه الاهالي في هذه المرحلة استعادوا الثقة في الحكومة وان المشروع ده مشروع عصري للغاية، مشروع يراعي المعايير الدولية للتطوير، مشروع سيكون هناك يدر بعض الأموال وبعض الاستثمارات على الأهالي. هي في حقيقة الأمر مصادرة على حق الأهالي في تعبير رأيهم. يعني أنا بحاول أن أنا أصدر بأنهم إيجابيين وأنهم متجاورين مع رأي الحكومة في هذا الأمر. نعم. وفي محاولة أن هو يصادر على رأيهم. رأي الأهالي كان واضح جدا في موقفهم السابق بمنع الحكومة في أن تتقدم أو أنها تتحصل على أراضيهم أو تخرجهم من بيوتهم. أما ردة فعل الأهالي وهل هم فعلا متجاوبون مع هذه العروض أم لا، فهذا ما ستشهده الأيام القادمة. أنا لا أستبعد طبعا في محاولات ما بين الترهيب والترغيب من هذه الحكومة في محاولة للاستيلاء على الارض باي شكل كان، فان لم يعني يفلحوا بالقوى العسكريه كما حدث من قبل ربما يحاولوا بالاغراء المادي وستكون هناك مزايده. فاذا كانت سعر الاراضي المعروضه او المطروح على المتر بثمن تين غدا ممكن اذا صبر الاهالي ممكن تبقى صارت تبقى اكثر من ذلك. المهم ان يستولوا على هذه الجزيره التي في اعتقادهم انها ستحول هذه الجزيرة إلى منتجع سياحي هنا الكبار. نعم. ويعني يتجرع مرارة ترك الأراضي الصغار. طب هنا في مبررات بتطلقها الحكومة كثيرا دكتور مختار أيضا لنناقشها معا. نعم. يقول أن البنية التحتية للجزيرة ستكون عصرية للغاية تراعي المعايير الدولية للتطوير، نقل مياه الصرف الصحي والمخلفات يوميا خارج الجزيرة للحفاظ على مياه النيل من التلوث. شدد أن الحكومة لم ولن تتوانى في التأخر عن تطوير هذه الجزيرة. يعني هذه وعود براقة يبدو منها أنه الحفاظ على مياه نهر النيل المخلفات والصرف الصحي ينقلها من الجزيرة، يعني تكون البنية التحتية جميلة وعصرية للغاية وكذا. هذه هذا كلام جميل. نعم. لكن حقيقة الأمر تعال نخش بموضوعية، لما لا يتم نقل الصرف الصحي الآن من الجزيرة كما يقول حفاظا على نهر النيل؟ وهل لابد أن يخرج الأهالي من أراضيهم ومن بيوتهم حتى يمكن أن يتم نقل الصرف الصحي؟ هل سينقلوا من بيت بيت أم سينقلوا في تجمع معين يمكن أن يتم التجميع فيه ثم ينقلوا بعد ذلك؟ لما لا يفعل ذلك والأهالي موجودون في أماكنهم؟ هذه واحدة. الأمر الثاني مسألة تطوير البنية التحتية، هذه مسألة لا تحتاج إلى أن يخرج الناس من البيوت ولا أن يتركوا الأراضي. نعم. إنما تحتاج من الحكومة صدق وحقيقة أن يكون هناك فعلا نية صادقة في هذا الأمر فتقوم بالفعل بتجديد الشبكات الصرف الصحي والمياه والتليفونات وغيرها من البنية الأساسية الموجودة في هذه الجزيرة.